نسأل الله السلامة والبركات لآل سعود وآل الشيخ، نسأل الله الرخاء والحماية للمملكة الإسلامية في المملكة العربية السعودية، نسأل الله السلامة والحماية لملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان، بلد جميل فيه التوحيد والسنة والصلاح ولا يوجد فيه شرك أو بدع. إخوتي الأعزاء، كم هو عظيم الإله الواحد والوحيد الذي يستجيب صلوات الجميع حتى رجاءات النمل والحشرات تتحقق. الخالق الوحيد والوحيد الذي يستطيع أن يمنح المكانة، الخالق الوحيد الذي يستطيع أن يغفر لك يوم القيامة ويدخلك الجنة، الخالق الوحيد والوحيد الذي يستطيع رفع هموم ومشاكل هذا العالم. ما أجمل النبي الذي اختاره الله لنا، إنه سيد الأنبياء جميعا وصاحب المقام المحمود محمد صلى الله عليه وسلم. نحن أمة نبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي أنزل الله من خلاله أكبر معجزة في معجزات القرآن. إنا نحن نزلنا الذكر وإننا له لحافظون. ذكر الله كل شيء عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في التنزيل الأخير والخاتم من القرآن الكريم. ورفعنا لك ذكر، إننا أرسلناك رحمة للعالمين. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إخواني وأصدقائي الأعزاء، نحن أمة النبي الذي أطعم الناس وربط الحجر على بطنه من الجوع، الذي اهتم بالأيتام والأرامل والفقراء، الذين نصروا المظلومين وحاربوا الظالمين، الذي هدم الأصنام من داخل الكعبة ونفذ توحيد الله. نحن أمة النبي الذي قام برحلة الإسراء والمعراج، النبي الذي أم جميع الأنبياء الآخرين في الصلاة في بيت المقدس، النبي الذي شق القمر قسمين. إخوتي وأصدقائي الأعزاء، نحن أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعبيد الله وحده. إذا لماذا نشأ العار والمشاكل؟ لماذا هناك سقوط أمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا يحدث الضرب والقمع ضد المسلمين؟ الرب هو نفسه، النبي هو نفسه، كلمة الله هي نفسها، الشريعة هي نفسها، فلماذا يتدهور وضعنا يوما بعد يوم؟ إذا لماذا تسوء تعاملاتنا يوما بعد يوم؟ لماذا أيها الإخوة والأصدقاء الأعزاء؟ علينا أن نتأمل أننا نعيش حياتنا حقا من خلال عبادة الله فقط وطاعة النبي النهائي محمد صلى الله عليه وسلم. مساجدنا نحن لا نؤدي الصلاة الإجبارية في وقتها، ترتناح طوعا هو الكفر. في أيامنا هذه أطفالنا لا يعرفون ترجمة وتفسير القرآن الكريم، غافل ما بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، غافل ما هو توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء كفة. لقد سعى النبي في نشر التوحيد لمدة 13 سنة ونحن لا نعلم ذلك، ولا نعلم ما هو الفرض والمستحب والمباح والمكروه والحرام. لم ندرس شريعة الله وحده. نحن نتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يشفع، ولكننا ننسى أن النبي سوف يشتكي أيضا ضد أمته يوم القيامة. كنتم خير أمة. في الوقت الحاضر هناك أشخاص لا يقرؤون ويفهمون الممارسة ويبشرون بالقرآن الكريم. تذكر أنه إذا كانت هناك جنة على شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فإن هناك عذابا أيضا. فكر في الأمر. في هذه الأيام نحن لا نتعامل وفقا للشريعة الإسلامية. لقد دخلت المصالح حياتنا، لقد تسربت الأكاذيب والافتراءات إلى حياتنا، لقد دخلت المسكرات مثل الكحول والتبغ حياتنا، لقد دخل الطعن والقتل والتدمير حياتنا، لقد أصبح قمع الأبرياء أمرا شائعا. إن خير الناس الذين أعلنهم الله وأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتعرضون الآن للخزي والتدمير لأنهم أغضبوا الله بخرق القوانين التي وضعها الله. في عيد ميلاده كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم
وفي هذه الأيام يستمع الناس إلى الموسيقى ويرقصون على الطرق. المساجد فارغة والناس مشغولون بالرقص في الشوارع. إخوتي أصدقائي ومهنئي، لا يزال هناك وقت للتوبة، وقت لتكون عبادا مطيعين لله وأمة لمحمد صلى الله عليه وسلم. ثم بالتأكيد ستتغير الأحوال، وهذا وعد الله. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا تعالى نحو عبادة الله فقط. وأنصح نفسي وإياكم جميعا بتقوى الله. تعالوا إلى الله تعالى نحو عبادة الله فقد. تعالوا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ستغفر من الشرك والبدعة، ونحو التوبة والاستغفار. أدعو لله أن يهدينا الله إلى الصراط المستقيم.